دابا هما كيمشيو تفاهموا مع امانديس ولكن كيقول لك الارض ما عندكم لا ملكيه ولا هذه ولا يعطيك الدار يعطيوك امانديس يعطيك الدار صافي هذا الحل تماما هذيك الساعه بقى نتفاهم مع امانديس خلصوا ما خلصتوش قطعوا لي غتولي كريم عند امانديس يعطيك الدار امانديس يعطيك الدار هذيك الساعه هذا تسمى المواطن معلوم وعندك مشاركه دابا انت كتسمى مواطن ولا ماشي مواطن نعم غير مهمش ولكن خصك تثبت المواطنة ديالك تثبت المواطنة ديالي بالواجبات والحقوق ديالي شنو الحق ديالك؟ الحق راه كيأخذ ولا يعطى الحقوق ديالي هي حسن لي الوضعية ديالي ويعطيني وخصني خدام وخصني أنا واحد الرجل معزز معويز وهذه خصني على الأقل واحد السوماج بحال اللي كيعطيهن هادو ولكن دابا توما الواجبات ديالك والواجبات ديالك بحال العفاريت توما الناس اللي بالضرين ما تتفقيش بيناتكم شي كيسرق شي كيغرق انا قلت لك انا ماشي من الناس انا ديك الناس هذوك ماشي منهم انا كنت متفق على واحد الحاجه انا ما كنتفقش مع شي واحد مع هذوك الناس انا كنتفق مع الناس ديال ازايلا اللي عطاوك السكنه في فلوتشيتسكو انا كنعرف الناس ديال ازايلا ها عطاوك السكنه في فلوتشيتسكو ماشي سكنت في الواد واخا يعطيوني حتى في الواد ماشي سكن عطيني في واتس ماشي سكن واتس شحال هي الميطي وهذاك الشيء لا واتس لا واتس صافي اليوتيوب غيخرج انا جدودي راه قلتها من عيسى جدودي راه تخلاو على القصور الملكيه ملي كنا راه واحد مازال كيهددني كيقول لي هذوك اللي جاو جداد غنحرقوهم لا لا قلت له انا غير القدره جابتني عندكم تما مجدودي راه تخلاو على القصور الملكيه وجينا هنا صافي حنا السيد كان كريم من عندنا كنا كريم من عنده الدار من عند واحد وشراها واحد اخر وهذه وبغى الدار ديالو ما عنده فين يسكن صافي ما عنده فين يسكن عطينا الدار ديالو وجينا لهنا شرينا الدار هنا جينا لهنا شرينا ب 2 مليون ونص حنا خسرنا عليها عاود 3 مليون ولا ايوا في الاخر حنا بقاو عايشين مع الناس متناقضين مهمشي الله يستر لا خير ماشي مع الطب انا انا عمري ما شفت سرق الزيت تما اجي الموضوع ديال موضوع ديال الخيانه اللي كيتهموك بها موضوع الخيانه اللي كيتهموك بها لا انا عمري اخي ما خونت بشي واحد انا ديمقراطي نأيدني من ما بغيت ونمشي معاه من ما بغيت فهمتي انا ما كنمشيش بالمحسوبيه والتعدديه انا اللي كيصلح هو اللي معاه ولكن قالوا كنثق بالكلام كنت عايش في الانتخابات كنتخدم مع بنيسه ولا نعم كنت حتى دابا مع بنيسه وباقي معاه خمسه د العقود وانا معاه يعني 50 سنه 50 سنه وانت معاه لا ماشي 50 سنه 25 سنه 25 سنه 25 سنه وانا تصوت عليه شنو استفدتي والناس ما استفدتش اللي كيستفدوا راه والله كيمشي الاتحاديه مرة احراري مرة ديمقراطيه مرة واحدة مشيت مع احرار 678 لا ولكن انت كنت مرة واحدة هاو كيبان هاو كيبان ولكن انت كنت تشكل واحد الحزب ها كنت تشكل واحد الحزب لا وهذيك الاصلاح والتنميه وحقيقه يعني ولكن هذا دابا هذا حاجه ديال الخيانه قاكيبه شكون هو وشكون هو هذه ديال الزعيم ديال الحزب عبد الرحمن كوهين يهودي مغربي ودابا تتكلم عليه حنا خصنا ندخلوا الاستثمار من بلادنا هذا هو المهم ديالنا يعني ما تتفقش مع السياسه ديال بن عيسى ما متهمش الاستاذ لا يعني انا متفق مع السياسه ديال بن عيسى لان بن عيسى لان بن عيسى عنده معجي ولكن انا تقلبت انا كنقول لك انا ديمقراطي يعني انت ماشي مفهوم ديال الديمقراطيه ولكن هذا ماشي مفهوم ديال الديمقراطيه الديمقراطيه ماشي تمشي مع من بغيتي فيما داك الهوى انت تما تامن بواحد الفكره عندك راسك تامن فيها تما دابا واش انت كتامن لا ولكن اسمح لي الحاجه اللي خبيها الحزب غيرها شوف اسمح لي هو بن عيسى جا عندي 2003 واحد التجمع في دار الجباري جا سلم عليا هو جا سلم عليا الجباري صورني فهمتي قال لي عاوننا في الدائره 4 انا قلت له الدائرات كاملين ديالك انت فوق كل اعتبار لا انت هو الرئيس قلت رئيس انت هو الرئيس ردني رئيس ونشوف شنو التغيير شنو التغيير اللي عتبر ردني رئيس وقول كل الافكار ديالك اول مره ملي غنطلع البلديه نكون رئيس فيها البرنامج البلديه كامله نقلب يما صافي ديك الخدامه يلا برا خدامه كاملين نبدل بابا المشروع اللي عتدخل به هذا هو يعني يعني غتغير البرنامج ديال البلديه شنو عتب الافكار شنو عتجيب شنو الساره هو هذاك الساره شوف شنو غتعمل غتخلي مع مين يدخلوا غتخلي مثلا غتخلي الكونفدراليه تخدم تدخل الا عمل لي شي واحد التليفون بان الاستثمار غيدخل هنا نقبلو ونشوفوا
ونحاول كيفاش نحارب البطاله ونحارب هذه. يعني عندي سؤال، عندي سؤال، يعني من 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 نهار اللي وقعت فيها الانتخابات في ازيلا حتى دابا، يعني شنو هو المرشح ديالك؟ شنو هو المرشح ديالك يعني اللي انتخبتي عليه اللي صوتتي عليه؟ يعني الصوت ديالك لما نعطيتيه دابا مع الاتحاد الشراكي. دابا مع الاتحاد الشراكي، ودائما كنت مع الاتحاد الشراكي. الاتحاد الشراكي يعني دائما كنت مع الاتحاد الشراكي ولا معاهم هذاك ديكتاتوري؟ واش انت متفق معاهم ولا ما متفقش معاهم؟ على حسب ديكتاتوري يعني واحد المده طويله هو في المجلس البلدي وما عمل والو، ما يعني كيلحن يعني كيتسمى ديكتاتوري فاشي. يعني ديكتاتوري فاشي يعني يقول بن عيسى ديكتاتوري فاشي. يعني على حسب ما عمل والو، لان معلوم كيتسمى ديكتاتوري فاشي. هذا اجي بالنسبه للبطاقه الصناعيه اللي كتعطيك فاشي ولا جا عطاك الدار وجاب لك المراه عاولي ديكتاتوري. كيفاش دابا حاليا ماشي غايجيبها لي انا بوحدي؟ لا عيطين الناس ويعطيك سانتينا على ديك المراه. على الاقل على المراه يجوجك ولا يجوجك؟ ايوا ولا يجوجك؟ ايوا الا زوجني يا انا امريكان مان. انا كنت شفت امريكا في 71 كان انا كنحكم العالم. اسمعني دابا تتفق معاه بلي زول البطاقه الصناعيه فضيله. انا كايدني كان عراك ايدو بن عيسى ولكن دارين به غير الحميه. اسمعني يعني المشكل ماشي هو بن عيسى ولكن الحاشيه ديالو. واش الحاشيه ديالو هي اللي اسمعني يعني كتحتقر الحقيبه ديالو. ولكن علاش هو يبقى في رئيس يعني كيفوقش في اي انتخابات محليه؟ واش علاش ما كدافعش الحقوق ديال العمال؟ حقوق العمال علاش ما كدافعش عليهم؟ شنو العمال عندنا؟ اصلا كتكون منطقه صناعيه. ايوا منطقه صناعيه راه كانت غتكون قبل ودابا كانوا كيقولوا بانها سياحه وكذا. سعد ما شفنا لا سياحه لا شفنا لا اوتيلات ولا بنادم كيجي في الصيف كينعس في الزنقه. دافع على هادشي. ايوا صدق على هادشي. دابا انت كتضيع راسك واحد الانسان اناني كتدافع على الحقوق ديالك. ما كتدافعش على الحقوق الديمقراطيه. اسم الحقوق الشعب دافع على حقوقك كامله. يمكن شي زعما انا وليت انا هو انت كواحد الانسان واحد الانسان كتفهم السياسه. انا قلت لك واحد الوقت الا طلعتي في 73 ولا 75 قلت لك تحكم العالم. دابا انت حاليا كتبغي تحكم دابا حنا ولكن كتخدم انانيه عليا ما كتوصلش. اسمعني اسمعني دابا انا فايض انت غدا اسمعني يا سي. ماشي كنحكم انا غير تابع يعني الانتخابات كنشارك فيها كان صوت على بما بغيت كنعاون بلا حتى سؤال. عندي سؤال يعني حسب الثقه اللي عندنا في المرشحين. لا سير لا سير حنا انا ما خليت معاه من خدمت ما خليت عليه من صوت. اسي بليس حتى شي واحد ما فيه ربح. اسي بليس فهمتي الى فريد بالنسبه لنا فضيله كلمه يعني فضيله تكون واحد الوضعيه. اسي بليس خلينا في كلام موضوعي. مدينه صغيره. اسي بليس قدم خلينا في كلام موضوعي. ما تبقاش عفوا مكالمه. اسي بليس كلام موضوعي. اسمع لا فريد دابا انت من غدا وليتي انت هو الرئيس البلديه. شنو عتعمل الازايله؟ شنو انا من الازايله؟ قول شنو عتعمل. شنو هو البرنامج ديالك؟ برنامج اللي عندك اللي غتقدم دابا مثلا الا دخلت في بلديه مثلا انت هو الرئيس. دخلت رئيس انت هو الرئيس. شنو ردني رئيس ونشوف شنو التغيير اللي غنعمل. شنو التغيير اللي غتعمل؟ ردني رئيس وقول قول الافكار ديالك. اول مره ملي غنطلع البلديه نكون رئيس فيها البرنامج البلديه كامله غنقلب يما صافي. ديك الخدامه يلا برا خدامة كاملين نبدل بابا المشروع اللي غتدخل به هذا هو. يعني يعني غتغير البرنامج ديال البلديه. شنو غتعمل الافكار؟ شنو غتجيب؟ شنو الساعه انا هو هذاك الساعه شوف شنو غتعمل. غتخلي المعامل يدخلوا مثلا غتخلي الكونفدراليه تخدم تدخل الا عمل لي شي واحد التليفون بان الاستثمار غيدخل هنا نقبلو ونحاول كيفاش نحارب البطاله ونحارب هذه. يعني عندي سؤال عندي سؤال. يعني من نهار اللي وقعت فيها الانتخابات في ازيلا حتى دابا، يعني شنو هو المرشح ديالك؟ شنو هو المرشح ديالك يعني اللي انتخبتي عليه اللي صوتتي عليه؟ يعني الصوت ديالك لما نعطيتيه دابا مع الاتحاد الشراكي. دابا مع الاتحاد الشراكي ودائما كنت مع الاتحاد الشراكي. الاتحاد الشراكي يعني دائما كنت مع الاتحاد الشراكي ولا معاهم هذاك المبدا ديالي.